ومشاهدينا هسه نورتنا الصيدلانية وأخصائية العناية بالبشرة الدكتورة نور ماجد. حتى اليوم تفهمنا شنو هذه الحقن الجديد وشنو مدى فعاليته، هواية أمور عنه والتفاصيل خلينا نصبح عليها وحتى بعدين نسألها كل هذه الأسئلة. صباح الخير. صباحك. صباحك. هاي أنا من يمك اليوم ماخذين ضيفتين ويانا. شايف بالضبط. يعني واضح الموضوع ايش قد مهم. ايش قد مهم وجديد بحيث ثلاثة مغششين. اي شيء. بقول ضيفة عندها كل المعلومات وضيفة ما عندها ولا معلومة عن هاي الأخرى راح تعرف وياكم. طيب دكتورة طبعا نورتينا بداية وانت بألف خير جميلات ومنورات وانت بألف خير. بداية حابين نعرف من عندك المعلومات الكافية عن الحقن اللاكسوزم اكزوزوم الاكسوزوم الاكزوزوم هي مادة موجودة بجسم الإنسان اكتشفوها قبل كم سنة. هي مثل من تتكون الخلايا كريات الدم الحمراء تصير اكو حويصلات صغيرة تلم الفضلات الموجودة من جو يرادوا يشوفونها شنو هاي الخلايا لقوا لها فعالية كلش كبيرة. طبعا هي حجمها بين ال 50 وال 150 نانومتر. هاي الاكزوزوم سموها بعدين فيما بعد طلقوا عليها الاكزوزوم لقوها انه هي مثل الجسر بين الخلايا الحية وبين الجلد بين الريسبترات بين الاشياء اللي تنقل كل الاشياء الزينة المكانات اللي بدها تنحط بيها او تنحقن بيها تستهدفها تساعد على تجديدها وعلى انه البشرة يعني البشرة تصير احسن. احنا اليوم نحكي على الاكزوزوم للبشرة لان هو عنده استخدامات كل يعني هواية بس احنا اليوم بدنا نحكي على البشرة والتجميل. اول شيء يحتوي على كمية عالية من الدهون البروتينات الامينو اسيد وكذلك الجروث فاكتور اللي هي عوامل النمو اللي هي مهمة لكل بشرة تجدد الخلايا. شيء حلو. طبعا احنا اليوم تطور باليوميه ده نسمع شيء جديد طبعاً. يعني واحدة من الناس ما كنت تعرف انه اكو هيك شيء ولازم نستغلها. حتى هنا احنا قرينا بالتقرير سمعنا للشعر وللبشره هم يعني في شنو الحلو بالموضوع انه الان التجميل بلش يتغير من كونه تغيير الشكل تجميل نلعب بالملامح الى اشياء صح. علاجيه صح. كل الاشياء الجديده الان هي علاج البشره علاج بالضبط. تقدم سن البشره علاج الشيخوخه علاج التصبغات هذا اللي نحتاجه علاج السكارس هذا واني كطبيعتي علميه انا دائما ادور على هاي الاشياء العلميه اللي هي بالضبط. تجدد خلايا البشره تبين اصغر ما تغير بخلقتنا ترجعنا انه ما تغير بينا ما تغير يعني هسه يعني اغلب الناس الحقيقيه تشوفين بكل مكان هي نفسها بس اصغر او بشرتها مشدوده او ماكو جلد كبير او ماكو تصبغات او حلمنا كنا نحن نطلع بلا ميك اب بالضبط عرفتي. فهاي الاكزوزوم وحده من الشغلات الجديده اللي تساعد ان نوصل على هاي الدرجه. طبعا الاكزوزوم له مصادر اثنين طبيعيه وصناعيه. طبيعيه انه تنأخذ من النبات من الحيوان من الانسان نفسه ياخذون بنات اعمارهم صغيره بعمر 21 سنه 20 سنه ياخذون الاكزوزوم مالتهم ينقوه بطريقه واكو البلانت فورم يعني اللي جاي من مصادر نباتيه واكو اللي جاي من مصادر حيوانيه واكو سانثيتيك اكزوزوم اللي هو الاكزوزوم الصناعي اللي يتصنع بطريقه يكون مشابه للخلايا اللي جاي من مصادر طبيعيه بس شنو تكون عامل النمو الشغل مالتها شوي اقل من جاي من مصادر طبيعيه. من نجي نقارن اكيد اللي جاي من مصادر طبيعيه بالكوست راح يكون اعلى من جاي المصادر الصناعيه. ان شاء الله كلش مهمه بما انه دائما احنا الشغله الطش ونحكي عليها دائما اكو الهاي كواليتي واللو كواليتي. الميزو اللي ممنوع ينحقن الاكزوزوم اللي نقدر نستخدمه بعد المايكرو نيدلينج سي او 2 مورفيوس 8 اللي هو يكون ابلكيشن اون ذا سكين يعني احنا نمسح به البشره. واكو لا الاكزوزوم سكين بوستر اللي يكون غني ايضا بالسلمون البي دي ان ار اللي ينطيني هو يكون صالح للحقن مصنع للحقن والبشرة تستفاد منه. طبعا بأمريكا حاليا هو FDA approved الإكزوزوم. اكو شركات عالمية صار لها فوق ال 15 سنة تبحث وماخذة اوراق انه هذا اثبت صحيا عالميا انه هو صالح حقا. فمن نجي ناخذ الإكزوزوم او بناتي يسووا مثلا تقولي هو شنو ما استفادت عليه شيء لا اكو صناعي اكو نباتي اكو حيواني اكو سكين بوستر اكو ما يصير ينحقن لازم نهائي. فهاي كلها لازم من البداية نفتهم عليه حتى لا نشوه سمعه الماده الجميله اللي صايره بين ايدينا. نعم صح. يعني هو يكون امن دكتوره نور لانه احنا دائما الاشياء اللي تكون جديده نخاف او الناس تخاف تسووها. هي بشهر الثامن انطلق عالميا FDA approved بس هو 15 سنه من الريسيرش والبحوثات. باريس قبل شهرين كنا موجودين عالميا انطلق الاكزوزوم احدث الترند واني اول وحده وفرتها العراق من 1/9 هاي اهم شيء. طبعا نور متعودين على اجداما انت اول وحده. تدرين ليش نرجع لنفس النقطه الاشياء العلاجيه نحتاجها مثلا البنات اللي عندهم حب فتره الشباب والسكار باقي
وهواي يسوون شغلات وما تروح هاي السكال. الإكزوزوم يساعدها بطريقة خيالية، وهاي احنا يعني حتى هنا مو دحش على ريسيرش برا وشي، لا هواية ناس عندنا عندهم سكار حصلنا. تصبغات العنيدة، الكلف اللي يصير بعد الحمل اللي الخلايا تموت جوا، فكل أنواع الجلسات والحقن والأجهزة والليزر متوخرة، الإكزوزوم يساعد إنه يجيب لي خلايا جديدة تتولد بهاي المنطقة. ليش؟ لأن الإكزوزوم يحتوي على خلايا جذعية. شنو هي الخلايا الجذعية؟ حتى نوضحها للناس، هي الخلايا المولدة لأي شيء كل الجسم. فمن أكو خلايا جذعية تجي تتولد، الخلايا الميتة اللي موجودة بمناطق الكلف، السكارز، الجلد الخفيف، الأوعية الدموية، الإكزوزوم عنده قدرة يسوي أوعية دموية جديدة. بالنهاية شنو؟ تغذية للمنطقة. كل ما تتغذى المنطقة أكثر، كل ما يصير عندي كولاجين أكثر، إلاستين أكثر، وكل ما تصير البشرة أحسن. شد البشرة، لأن إحنا كل ما جبنا عوامل نمو وستيم سيل خليناها البشرة، كل ما انشدت أكثر، قلت التقدم بالعمر، صارت نظرة أكثر. فهو ميكس، أنا أسميه ميكس الجوكر. نعم دكتورة، هاي أيضا كنت حابة أسألك سؤال بالنسبة للبنات اللي هم يأتون من هاي الخلية مالتهم، ما يأثر سلبا عليهم بالمستقبل؟ لا، لأنه هي فضلات من خلايا الكريات يعني الحمراء تنفر الزائدة، من تنأخذ بطريقة تروح لهاي إحنا تساعدنا نسوي أشياء جديدة. مثل ما قالت كريستي، هو مو بس للوجه، إحنا نقدر نستخدمه للشعر، نتائجه يعني فوق المستحيل. طيب دكتور، يعني النتائج تبين من أول جلسة؟ لا أو طبعاً. يحتاج مثلاً جلسات حسب الحالة، حسب إلى العمر؟ خمسة. عفية، حافظين يعني ثلاثة إلى خمس جلسات. أنا ليش أحب دائما أطلع وياكم؟ يعني معلوماتكم الحلوة اللي تساعدني إنه أقدم المعلومة بأحلى صورة، لأنه أنتم تعرفون ماكو فد شيء مستحيل من جلسة واحدة، كل شيء علاجي لازم يستمر. الأنتيبايتيك اللي هو أبسط شيء بالدنيا، إحنا أقل أنتيبايتيك ناخذه 3 أيام أو 5 أيام صحيح، حتى نصير زينين. لذلك قبل أوبر همينة ماكو فد شيء جلسة إكزوزوم صارت واحدة، هذا توليد خلايا. توليد الخلايا أقل شيء من شهر إلى 6 أسابيع حتى تتولد الخلية، فهو بين 3 إلى 5 جلسات. بعد 5 جلسات للشعر من الإكزوزوم راح يطلع عندي شعر جديد، راح بيبي هير راح نسميه، راح يقوي البويصلات، راح يرطبها، وراح يطول الشعر ويحسن من الشعر نفسها. نعم. طيب نور، احنا همين حابين يعني نعرف همين المشاكل للشعر، همين راح نستفاد من عدم مثل ما قلتي بخمس جلسات انه راح يصير بيبي هير ونستفاد بالسنة. طيب اذا احنا بعد 5 جلسات تركنا الحقن، همين راح نرجع للمشاكل؟ لا، تدري مرات اكو ايجابيات صح واكو سلبيات. لا، هو هذا الحلو، احنا بدنا نسوي خلايا جديده. يعني اكو اشياء مثلا نحطها للشعر احنا تغذيه، تسوي بس نعوفها يرجع فعلا حرفيا شعر يوقع، وممكن يوقع بالضبط. بالإكزوزوم يعني احنا نولد خلايا جديدة، وعندنا growth factor وأمينو وليبيد وستيم سيل، إحنا نقوي الخلية مالتنا نفسها اللي موجودة اللي تطينا الشعر. حلو. ممكن أني حسيت صار عندي ستريس، استخدمت شامبو مزين، صار عندي هرمونات، تغييرات ساقط الشعر، بعد سنة مثلا ممكن أرجع أسوي حتى أقوي الخلايا الجديدة اللي موجودة عندي. صحيح. يعني صحيح. أثرها تبقى سنة بعدين لازم نجدد؟ ممكن نجدد ممكن لا، بس هو احنا بنسوي 3 جلسات إلى 5. بالنهايه احنا بدنا نحكي شغلات علاجيه، تعرفين هو مو تجميل. والاعمار ايش قد لازم نسوي؟ قلتي اكو شغلات تذكرتها، يعني الفضلات مالتهم المسام العنيده اللي ما تروح باغلب الجلسات، اللي هي 90% من بنات العراقيات عندهم مسامات. الإكزوزوم يشتغل على مسامات بشكل مخيف. الله حلو. بشكل مخيف. بما أنه ذكرتي المسامات الواسعة، همين عندنا مشاكل ثانية بالبشرة، مثلا عندنا الحفر أو آثار الحبوب، هذه ممكن شيلها؟ أو الخطوط اللي تكون رفيعة جدا؟ خطوط رفيعة تتعالج بدون أي مساعدة. من نجي على سكارز مثلا أو التصبغات العنيدة، المورفيوس 8 مثلا الجهاز، أو CO2 أو الإيربيوم ليزر، ونستخدم وياه الإكزوزوم. تمام. أبرة الجوري الجميلة مثلا ويا الإكزوزوم، قبل كان فقط ميكس الجوري، هسه الترند الجديد إنه جوري إكزوزوم همين انطلق. ليش؟ لأنه حيساعد يشد البشرة بنفس الوقت يعالج المسام. حلو. يعني دكتور إحنا بهذه الحالة ده نخبط أبرتين، يعني راح نأخذ يمكن نتيجة بعد أحلى، وهمين راح نعالج كمية أكبر من المشاكل اللي موجودة يمنا. إحنا بزمن السرعة. أي صح. كنا مشغولين وكنا ده نركض، كل ما عالجنا بجلسات أقل مشاكل أكثر، كل ما كانت النتيجة أحسن، كل ما الزبون بقى. أكيد. النهاية هو مو بكل مكان موجودة هاي الميكسات، ولا الكل يعرف التقنية مالتها أو شلون حصلها أو شلون نحطها بأي نسب. بالضبط. بس بالنهاية من مكان يطمح إنه يعالج الناس اللي يجون يمه بجلسات أقل.
المشاكل اكثر هو هذا النجاح الحقيقي برايي. طيب دكتوره همنك، كنت حابه اسالك على انه هل احنا مرات نحقن مثلا الدكتوره والدكتوره تقول لنا شربي مي هوايه، حاولي تغذيتك تكون، هل هالشيء همنا يساعد انه التغذيه تكون تغذيه صحيحه وسليمه؟ كل شيء بالبشره يعتمد على الكولاجين لاستين. السر حتى الكولاجين لاستين يتحاضمون ويرجعون سويه ويشتغلون صح هو المي. بس اكو جلسات مثل الهيالورونيك اسيد الكولاجين تحتاج الى كميات مي عاليه حتى تشتغل. الاكزوزوم لا، يعني الاكزوزوم نشرب مي عادي يعني. نعم دكتوره، ايضا حابين اخر سؤال نعرف من عندك، يعني انه لها جوانب سلبيه لو ما لها بشكل كامل. من نختار البراند الصحيحه، الاكزوزوم الصحيح المصنع بطريقه صحيحه اللي ما بيه عدوى او امراض او يسوي لي مشاكل، احنا نكون سيف. فنرجع نعيد الحكايه اللي كل حلقه نحكيها، يعني نختار المكان الصحيح، نشيك البرودكت اللي بدنا نحقنه، نشوف هل هو مقر، هل هو معترف، يعني يسوي هل هو صالح للحقن، لانه تقريبا 60% من الاكزوزوم اللي موجود بالسوق هو فقط انه مع الماكرو نيدلينج او ينحط بعد الجلسات، 40% فقط هو سكين بوستر صالح للحقن. فاحنا من نشيك البراند اللي بدنا نحقنه بالمكان اللي بدنا نحقنه بالجرعه، سي سيات. يعني اكو بيشنت تحتاج سي 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 3، الثلاثه سي سي تكون الكوست مالتها عالي، بعض المكانات مثلا يحقن السي سي واحد. بالنتيجه هو مو غلط البشره مالتك ما اشتغلت، ولا غلط هو الكميه الغلط اللي انت اخذتيها من الماده حتى يفرق بالكوست. فهذا كله ترجع على امانه المكان، الشخص اللي انتم رايحين عليه، حتى تحصلون على افضل نتيجه وتكونون باحلى صوره. نعم طبعا دكتوره نور شوقتينا حتى اجرب الاكزوزوم هاي الاخرى، وشكرا لك على كل المعلومات اللي قدمتيها. شكرا، يسعد صباحكم، ممنونه.